السلام عليكم، معاكم دكتور سليم محمود قريطم. مشكلة الدوالي، مشكلة دوالي الساقين، مشكلة كبيرة بيعاني منها سيدات ورجال كتير، وخصوصا السيدات والرجالة اللي هم كبار في السن أو متقدمين في السن. معانا النهاردة كورس علاج بيستخدم في علاج دوالي الساقين، والكورس ده مكون من أعشاب طبيعية تماما وحاجات مستوردة. يعني عندنا النهاردة معانا جل تشيكي فيه كله أعشاب طبيعية بيخفف من ألم دوالي الساقين، ومعانا كمان نوعين مكمل غذائي، نوعين أقراص من أعشاب طبيعية كمان هيساعدوا على توصيل الدم للأطراف كويس جدا، وكمان هيخفف الأعراض بتاعت ألم وثقل الرجلين وتعب الناتج عن الدوالي. أول منتج معانا النهاردة هنستعمله هو الفاريكوزان جل، او زي ما حضرتك شايفين فاريكوزان جل. الجل ده اصلا موجود في مصر وهو مستورد، هو المنتج ده منتج تشيكي. طب يا دكتور، عبارة عن ايه الفاريكوزان ده؟ هو في مادة الايسين المستخلصة من نبات الكاستناء، وكمان في خلاص الهاميملس وخلاص اكليل الملك، وكمان في عشبة الأذريون، وفي كمان البنسنول والجسرين. ده مكونات طبيعية. بيعمل ايه بقى؟ اول حاجة بيخفف الورم اللي بيحصل نتيجة الدوالي، كمان بيساعد على التغلب على الألم وثقل الرجل اللي بيحصل نتيجة الدوالي، وكمان ممكن الرياضيين يستعملوه، او لو واحد بيمشي فترات طويلة وبيحس بتعب في رجليه او في الساق بيحس فيها بألم او تقل في الحركة، ممكن يستخدم الجل ده عادي جدا. الجل استخدامه دهان مع التدليك على المنطقة اللي فيها الدوالي او المنطقة اللي فيها الساق بكمية مناسبة من الجل، مرة الصبح ومرة بالليل، واقعد عليه من شهرين لتلات شهور. الجل ده آمن جدا وملوش اي اعراض جانبية. فاريكوزان جل سعره عامل 90 جنيه ومتوفر في كل الصيدليات. طيب، مع الفاريكوزان جل هنستخدم اقراص هتوصل الدم للاطراف كويس، ومعانا الفينوتك كبسولات. فينوتك كبسول زي ما حضرتك شايفين، فينوتك كبسول ده شكل الشريط اهو، فينوتك كبسول، وده شكله من ورا، فينوتك كبسول. الكبسولات دي بتستخدم فيها دكتور، الكبسولات دي عبارة عن خلاصة لحاء صنوبر. ده بيساعد على ايه؟ ان يساعد على تدفق الدم كويس للاطراف، وفي نفس الوقت هيقلل برضو الالم اللي بيحصل نتيجة الدوالي. الفينوتيك كبسول ده استخدامه كبسولة بعد الفطار وكبسولة بعد العشاء، وبرضو امشي عليه من شهرين لتلات شهور. ده برضو امن تماما وملوش اي اعراض جانبية. الفينوتيك كبسول امن تماما وملوش اي اعراض جانبية. الفينوتيك العلبة عاملة 54 جنيه 3 شرايط، الشريط سعره 18 جنيه. كمان هنستخدم مع الفاريكوزان جل ومع الفينوتيك اللي هو خلاص لحاء صنوبر، هنستخدم معاه منتج تاني برضو هيساعد مع علاج الدوالي، دوالي الساقين، دافريكس اقراص. دافريكس اقراص، وادى شكل الشريط من جوه اهو، دافريكس اقراص، وادى شكل الشريط اهو، تمام. الدافريكس اقراص عبارة عن مادتين، مادة الديوزمين والهسبريدين، ودموات طبيعية تماما. استعماله لو في ألم نتيجة الدوالي الساقين، وكمان بيستخدم في حالات البواسير الحادة، لو نتيجة ألم، نتيجة ألم في الرجل وعشان دوالي الساقين وعشان توصيل دم الأطراف كويس، بستعمله قرص بعد الغداء وقرص بعد العشاء، ومشي عليه شهرين تلات شهور عادي خالص مفيش مشاكل. كمان في حالة البواسير الحادة جرعته بتختلف شوية، باخد أول 4 أيام 3 أقراص بعد الغداء و3 أقراص بعد العشاء، وبعد كده التلات أيام اللي هو بقية الأسبوع بكمل قرصين بعد الغداء وقرصين بعد العشاء من الدافريكس أقراص. طيب، هل يا دكتور الدافريكس أقراص أو الفينوتيك بيعملوا تعب في المعدة؟ لا، ما بيعملوش تعب في المعدة، بس يفضل تاخده بعد الأكل. الدافريكس أقراص العلبة دي فيها 3 شرايط، هي 15 حباية، الشريط 5 حبيات. سعر العلبة 25 جنيه إلا ربع، يعني 25 جنيه تقريبا، 25 جنيه إلا ربع، 24 جنيه 75 قرش سعر الدافريكس أقراص.
كمان الفاريكوزان جل ده ممكن يستخدمه كمان في علاج البواسير، ممكن يستخدمه كدهان موضعي لعلاج البواسير، دهان مرة الصبح ومرة بالليل. طب انت ما قلتناش يا دكتور على ايه اسباب الدوالي. اسباب الدوالي يا اما عوامل وراثيه، يا اما نتيجه الوقوف لفترات طويله، يا اما نتيجه الضغط على الرجلين لمده طويله، ولو في شغل شاق او شغل عايز فترات وقوف طويله على الرجلين، ده برضو بيأثر على الاورده بتاعت الساقين. كمان السمنه اللي برضو تقل الوزن بيأثر، كمان الناس اللي هم السيدات اللي الحمل المتكرر وحمل ورا بعضه، برضو في بعض السيدات بيتعرضوا للدوالي وبتبقى عروق زرقاء صغيره كده وبتبقى واضحه وكله بيشوفها وبسهوله جدا. ده طبعا العلاج ده في الحالات البسيطه والمتوسطه، اما في الحالات الشديده اللي هي بيكون فيها الدوالي كتير ومنتشره، ساعتها بقى بنتوجه لطبيب الاوعيه الدمويه المختص اللي هيعالج الحاله سواء بحقن الدوالي سواء بطرق علاجيه تانيه. لكن احنا بنتكلم هنا في الحالات البسيطه والمتوسطه، هنستعمل الفاريكوزان جل المنتج التشيكي ده اللي من اعشاب طبيعيه، دهان مره الصبح ومره بالليل شهرين لتلات شهور، وهنستعمل الفينوتيك اللي هو خلاصه لحاء صنوبر، هنستعمله كبسوله بعد الفطار وكبسوله بعد العشاء لمده شهرين لتلات شهور، وهنستعمل برضو الدفرك سقراص، هنستعمل قرص بعد الغداء وقرص بعد العشاء شهرين لتلات شهور، وهيجيب نتيجه كويسه جدا طبعا مع رفع الرجلين طبعا اثناء النوم، ودي من الحاجات اللي هتساعد كتير، وعدم الضغط على الرجل، نحاول الواحد او الواحده يقللوا وزنهم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتم. سلام عليكم.